الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا مبطلات الطهارة الترابية كمبطلات الطهارة المائية، ويزاد عليها وجود الماء. مبطلات الطهارة الترابية كمبطلات الطهارة المائية ووجود الماء، ووجود الماء. ها، واضح هذه؟ فإذا جميع ما تنتقض به الطهارة الكبرى فتنتقض به طهارة التيمم، وكل ما تنتقض به الطهارة الصغرى فتنقض به طهارة التيمم. فإذا كل ما أوجب غسلا أوجب تيمما، وكل ما نقض غسلا نقض تيمما، وكل ما أوجب وضوءا أو انتقض به وضوء فيوجب التيمم أو ينقض التيمم. إلا أن التيمم يزيد بشيء واحد، وجود الماء، وذلك يتضح بالقاعدة التي بعدها، وهي التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا. التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، وهذا أصح القولين عند أهل العلم، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية. شوفوا، هذه القاعدة فيها جزئيتان، أول شيء أنه رافع، والشيء الثاني رفعا مؤقتا. ما الدليل على أنه رافع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني يكفيك عن طهارة الماء، ولأنه لو تطهر بالماء لارتفع حدثه. فإذا ارتفاع الحدث من خصائص الطهارة المائية، والبدل الذي هو التيمم يأخذ هذه الخصيصة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا التيمم بالطهور والوضوء: الصعيد الطيب وضوء المسلم، فهذا دليل على أنه منزل منزلة الوضوء في رفع الحدث. وقوله الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور المسلم، هذا دليل على أنه رافع للحدث. فإذا التيمم رافع للحدث في أصح القولين، لكن ليس رفعا مطلقا بل رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، إلى وجود الماء. فمتى ما وجدت الماء عاد عليك وصف الحدث الذي تيممت له، فإن كان أكبر فيجب عليك الآن أن تغتسل، وإن كان أصغر فيجب عليك الآن أن تتوضأ. لما، ما الدليل على أن الحدث عاد؟ قول النبي صلى الله عليه، حديث عمران بن حصين قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، أي حقيقة لا ماء حقيقة. قال: فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا دليل على أنه رافع، انتبه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء، فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فأفرغه عليك. لما؟ لما أمره بالإفراغ؟ لأن وصف الحدث قد عاد له بعد القدرة على استعمال الماء. هذه الجزئية هي التي تخالف الطهارة المائية، فالطهارة المائية رافعة مطلقا، أما الطهارة الترابية فهي ترفع، لكن ليس رفعا مطلقا وإنما رفع جزئي مؤقت إلى أن يجد الإنسان الماء لوجود الدليل الخاص.